في أي معسكر يقف من مسألة الاختلاف بشأن صفقة التبادل ومؤشراتها حتى الآن؟ هذه الخلافات داخل الكابينت الموسع استدلينا عليها أحمد من تسريبات نشرها الإعلام الإسرائيلي عن جلسة الكابينت التي عقدت ليلة الجمعة. في هذه الجلسة كان هنالك تباينات في مواقف الوزراء، هنالك من يعتبر بأن هذه الصفقة سوف تكون ضمن هدنة طويلة الأمد طويلة، وبدأوا بإجراء حسابات على أن وفق ما كشف على عن المرحلة الأولى من الإطار الذي نوقش في باريس، الحديث كان عن الإفراج عن 35 محتجزا إسرائيليا في 35 يوما من وقف إطلاق النار، أي يوم وقف إطلاق نار يوم هدنة مقابل كل محتجز إسرائيلي يطلق سراحه. بالتالي في قطاع غزة يوجد ما لا يقل عن 136 محتجزا، زائد تم الإعلان عن أسبوع للتفاوض من بعد المرحلة الأولى. وبالتالي أجرى وزير الطاقة والبنى التحتية حسابات إيلي كوهين وقال إن الحديث هنا عن هدنة محتملة ل 142 يوما، بالتالي هذا وقت طويل بالنسبة لوزراء هذا الكابينت، بعض وزراء هذا الكابينت، في حين أن البعض يعتبر بأنه من الأفضل الذهاب لصفقة تشمل الجميع وليس صفقة مرحلية، في حين أن البعض يعتبر بأن هدنة طويلة الأمد قد تسمح لحركة حماس بالتقاط أنفاسها باستعادة قواها وقوتها. وهنا أتوقف عندما قاله بن غفير الذي اعتبر بأن هدنة طويلة الأمد تعتبر بث في الأكسجين في حركة حماس، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد حذر المستوى السياسي بأن بالفعل حركة حماس عادت واستعادت قدراتها العسكرية والمدنية في قطاع غزة، في شمال قطاع غزة وفي وسط قطاع غزة، لذلك بتنا نشاهد أن العمليات هناك عادت لأن هنالك مقاومة ما زالت موجودة وحتى قدرات مدنية وعودة لعمل البلديات هناك. بعض الوزراء أيضا يعتبرون بأن هنالك خلاف حول نوعية الأسرى الفلسطينيين الذين سوف يفرج عنهم، هم يعتبرون ويعدون بأن الأسرى الفلسطينيين سوف يعتبرون ألغاما جديدة تشكل خطرا على الإسرائيليين، وتكون عملية طوفان الأقصى أو 7 أكتوبر جديد هي مسألة وقت. هذا كله في سياق الخلافات والتباينات ومحاولات إفشال هذه الصفقة قبل أن توجد وقبل أن يتم بلورتها أو الاتفاق عليها. على أي حال، إسرائيل من بعد نشر هذه التسريبات، إسرائيل الرسمية تنتظر رد حركة حماس على اتفاق العمل الذي نوقش في باريس. من ما نعرفه عن هذا الاتفاق، اتفاق مرحلي من 3 إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن 35 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا من فئة الإنسانية، الفئة المدنية، نساء، أطفال، كبار سن من الإسرائيليين، مرضى، يتم الإفراج عنهم مقابل عدد لا نعرفه حتى اللحظة من الأسرى الفلسطينيين. وهذا أيضا أثار جدلا وخلافات داخلية، ولذلك كرر المسؤولون الإسرائيليون بأنه لن يطلقوا سراح الألاف من الإرهابيين بحد وصفهم، هنا في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، لأن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن 100 إلى 250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير ومحتجز من الإسرائيليين، و الثمن يختلف باختلاف الفئة، أي أن المقابل عن الإفراج عن العسكريين هو أكبر من فئة المدنيين. بالتالي إسرائيل ما زالت تتباحث، ينشر تسريبات كثيرة عن الاجتماعات المغلقة، لكن لا شك أن هنالك خلافات داخلية، تباينات وحتى اتهامات لبنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء بأنه قد بتصريحاته هذه يدفع إلى تفجير الاتصالات وبالتالي إفشال هذه الصفقة وتحميل حركة حماس المسؤولية من أجل المضي قدما والمضي في هذه الحرب، لأنها ببساطة لم تحقق أهدافها المعلنة حتى اللحظة. إسرائيل الرسمية تقول أن هذه الحرب لن تتوقف قبل القضاء على حركة حماس، استعادة الأسرى والمحتجزين، مستقبل الوضع الأمني أيضا، في حين أنها تنتظر ردا رسميا على الإطار العمل الذي نوقش في باريس، وينتظرون رد حركة حماس الرسمي.